نروح مع حضراتكم يعني حاجة تانية حصلت في طنطا، وأعتقد أن كلكم تابعتوها، مسألة وفاة طفل بسبب أن هو شرب من كولدير مية ساقعة كان موجود في الشارع، وهو كان يبدو أنه يعني جسمه سخن كده ودرجة حرارته مرتفعة، كان بيلعب في الشارع تقريبا بالعجلة بتاعته، وبعدين وقف على جنب يشرب مية متلجة من الكولدير. إيه اللي حصل؟ الولد توفى. طيب أي حد هيشرب مية ساقعة في الحر هيحصل له الكلام ده؟ طبعا يعني ربنا يصبر اهله ان شاء الله، ويعني ربنا يرحمه ويجعله في الجنه، لكن احنا عايزين نفهم التفاصيل الطبيه لهذه الحاله وايه اللي حصل. معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمد احمد الجزار، استاذ القلب والصدر بكليه الطب جامعه بنها. مساء الخير يا دكتور، وعايز اعرف من حضرتك، هل كل اللي يشرب ميه ساقعه متلجه، لانه الناس كلها وهي حرانه ودرجه حرارتها مرتفعه بتروح على طول للمشروبات المتلجه دي علشان يعني اعتقادا مننا ان ده يعني بيخفض درجه حراره الجسم ويرطب علينا الدنيا زي ما الناس بتقول كده، وهل اللي حصل للطفل ان هو كان عنده مشكله ما في قلبه اصلا، ولا ايه اللي حصل؟ مساء الخير يا فندم، واهلا وسهلا على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بك يا دكتور. الله يخليك يا فندم. هي اول حاجه طبعا البقاء لله الاول في الطفل اللي توفى، وربنا يصبر اهله يا رب. وطبعا دي بتبقى حاجه صعبه قوي، وخصوصا من الموضوع المفاجئ كده وبدون اي سابق انذار، وان هو ما كانش عيان ولا حاجه شديد. ربنا يصبرهم طبعا يعني. طبعا يا فندم، هي أول حاجة يا فندم طبعا دي من زمان قوي القصة دي موصوفة ومكتوبة طبيا، موضوع شرب المية الساعة أو الكولد ووتر أو اللي هي الأيسد ووتر بالذات اللي هي المثلجة، إن يتشرب والعيان بيعمل أو بالشخص العادي حتى بيعمل ورك عنيف أو عرقان أو في اكسرسايز أو يعني عرقان إن هو جسمه سخن، لعبت الكورة بتلعب بتتمرن أي تمرين. دي مشهورة جدا يا فندم من زمان قوي. ده أنا هحكي لحضرتك على حاجة حتى يعني مضحكة شوية، كانوا حتى ستاتنا زمان وإحنا خارجين من البيوت وإحنا صغيرين كده يقول لك حط شوية مية وسيبها في بقك شويه، مش كان ده بيحصل حضرتك؟ كان ليه؟ عشان درجه الحراره نفسها بتاعه الميه تاخد درجه حراره الجسم. اللي حصل احنا عندنا ثلاث اسباب يعملوا الحكايه دي، يا كميه الميه نفسها ودرجه الحراره اللي تبقى منخفضه قوي بتاعه الميه ودرجه حراره الجسم اللي هي اعلى من الطبيعي في حاله المجهود اللي معمول او الاكسرسايز اللي عرفته ان الولد كان راكب عجله يعني عامل مجهود ما كانش ماشي. فانت عندك درجه حراره جسم عاليه وعندك درجه حراره الميه منخفضه جدا وعندك الميه جاريه يعني مش حاططها في كوبايه حاجه، معظم الكولدرات ساعات العيال بيشربوا في بقهم كده على طول من ايده على طول. فاللي حصل ان الميه دخلت درجه حراره منخفضه ورا لما بتعدي من البق للمريء، المريء ده ماشي ورا القلب مباشرة. فأول ما ينزل ورا القلب أشهر سبب وجد بالدراسات الطبية طبعا أنه بيعمل حاجة اسمها لخبطة في ضربات القلب. بيأثر فورا على لخبطة في ضربات القلب وبيعمل هبوط حاد في ضربات القلب لدرجة أنها قد تؤدي الوفاة في خلال من 4 لـ5 دقائق، وده اللي اتوصف فعلا يعني. بدايتها بتبقى زي هبوط حاد زي دوخة كده العيان بيقع بيخش يعني يا دكتور ده ممكن يحصل لأي حد ما عندوش مشكلة في القلب؟ لسه بقى هقول لحضرتك القصه دي. هو ما ذكر بصراحه في كذا حاله كانوا معظمهم، نلاحظ برضه حضرتك ان ما فيش يعني سكرين معمول لكل الاطفال عشان نعرف ان عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. لا اللي حصلت لهم المشكله دي على وجه التحديد انهم يتوفوا زي الطفل اللي توفى في طنطا لما شرب ميه ساقعه بعد ما كان عامل مجهود. احنا المفروض يا فندم عندنا المفروض ان هو لازم هيكون في الاول مشكله معينه في ضربات القلب، لكن المشكله دي المشكله ما بتظهرش في السن الصغير ده. صحيح. ما بتظهرش غير لو انت عملت لها مؤثر خارجي يظهرها. صحيح. يا فندم. ورقم اثنين، طب الحل ايه؟ انا اعمل ايه عشان اقي نفسي من حاجه زي كده وانا مش عارف انا عندي حاجه في القلب ولا لا، ومش ممكن تبان في الاشعاعات في سن صغير زي ده. صحيح. فالبديل ان انا احاول اقرب درجه حراره جسمي لدرجه حراره الميه اللي بشربها. فاشهر حاجه نقولها للناس كلها الميه ما تتشرب اولا ما تكونش ساقعه قوي. طب انا مضطر والدنيا حر والوقت صعب اشربها في بقي واسيبها في بقي شويه عشان الشوك اللي هاخدها ما اخدهاش مره واحده، بتعمل صدمه للجسم على الاعضاء الداخليه. فانا لما بشربها واسيبها في بقي شويه درجه حراره الجسم بتقرب من درجه حراره الميه اللي جايه، يبقى اما تشربها بعد كده تنزل الى حد ما الجسم مجهز ليها، مجهز للميه الساقعه اللي هتنزل او للايس اللي هتنزل. ورقم ثلاثة طبعا في بعض الناس قال لك طب اما اشربها في ايدي، قال لك في يغسل ايده ويغسل وشه بنفس الميه اللي هيشرب منها الاول قبل ما يبدا الشرب، يوم برضه خد درجه حراره الجسم الخارجي خد الميه قبل ما تتشرب. فاهماني حضرتك يا فندم؟ بس لكن هو الموضوع للاسف ما عندكش انت اي حاجه تقدر تقول لك هيحصل ولا مش هيحصل. بدليل ممكن حد يرد على دلوقتي ويقول لي طب ما احنا كلنا بنشرب ميه ساقعه. صحيح صحيح. ولاعيبه الكوره كلهم بيشربوا، بس لو حضرتك ركزتوا دايما يتمضمضوا بالميه قبل ما يشربوها، ما بيشربوش مره واحده ابدا، لازم يتمضمض
الله بيها. لو كنا الاول نفتكر انه بيعمل كده عشان عرقان ولا حاجه، لا ده بيعمل كده فعلا بيتنبه عليهم طبعا، وده مشهور عندهم في الجزء الرياضي في الطب الرياضي يعني. تعليمات انه ما نشربش ميه ساقعه على طول بعد ما تكون عامل اي مجهود رياضي او ماشي، لازم اقرب من درجه حراره جسمها الاول، لازم يا فندم. يعني المفروض نشرب ميه في درجه حراره الغرفه زي ما بيقول. ايوه ده الاكثر صحه، يعني ده الاكثر صحه. طب لو انا مضطر يبقى على الاقل ما اشربهاش مره واحده بسرعه على زوري وعلى بطني، على لانه الناس هتقول لك احنا بنشتغل في الحر والجو حر وبيبقوا عايزين حاجه متلجه. ده زي الفل، بس الاول اغسل بيها ايدي ووشي، احطها في بقي شويه وبعدين اشربها، لكن ما اقومش مره واحده كده وده طفل يعني صغير ما حدش واعي الكلام دوت. صحيح. يعني فرصه من منبر حضرتك. هو يا حبيبي لقى كولدير ساقع راح يشرب منه. بالظبط كده، بالظبط كده يا فندم، وربنا يشافي كل الناس وربنا يرحم الجميع يا رب. اللهم امين يا دكتور، ربنا يرحمه طبعا، البقاء لله طبعا لاسرته، ربنا يلهمهم الصبر يا رب والسلوان. انا بشكر حضرتك دكتور محمد احمد الجزار، استاذ القلب والصدر كليه الطب جامعه بنها.